العلبة دي فيها ايه؟ فيها خاتم. لا بص كويس. العلبة دي فيها فيل. لا خاتم. اقول لك فيل. فيل؟ فيها فيل. فيها فيل. فيها فيل. كمان. توفيق الدق ممثل مصري اسمه بالكامل توفيق أمين محمد أحمد الشيخ الدق. اتولد سنة 1923 في مركز بركة السبع في المنوفية. قدم أدوار الشر الفكاهية فتسمى ببلطج الشاشة، وتسمى كمان بالشرير الظريف. اتصاب في آخر أيامه بالفشل الكلوي ومات 26 نوفمبر 1988 في مستشفى الصفا بالمهندسين. من الشرف مفيش. اهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن الفنان توفيق الدق. اتولد توفيق الدقن في مركز بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية، ولعب وهو صغير كرة القدم بنادي الزمالك، وبعد كده اشتغل موظف في السكة الحديد وكاتب مخالفات بنيابة المنيا. حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1950، وبدأ حياته الفنية لما كان طالب في المعهد، وده من خلال أدوار صغيرة. وبعد كده اشترك في فيلم ظهور الإسلام عام 1951، ولما اتخرج التحق بالمسرح الحر لمدة 7 سنين، وبعد كده التحق بالمسرح القومي وظل عضو فيه حتى إحالته للتقاعد. اشتهر بأدوار الشر، لكن الجميل في الموضوع أن أدوار الشر اللي كان بيقوم بيها كانت مليانة بالفكاهة. ومن ضمن أدوار الشر اللي قام بيها وكان فيها حبة فكاهة لما كان تاجر مخدرات وقال للبنت اللي كانت خاطفة منه الشنطة: هات الشنطة يا بنتي، ضيعت علي صلاة الفجر. وكمان نجح في أدوار اللص والبلطجي والسكير والعربيد، لدرجة أن بسطاء الناس كانوا بيصدقوا أن هو فعلا بلطجي وشرير، لكن هو في الواقع كان إنسان طيب جدا. ومن ضمن المواقف اللي حصلت معاه بسبب أدوار الشر اللي كان بيقدمها، لما نزل يشتري لحمة من دكان الجزارة اللي كان تحت بيته، ولما شافوا الجزار جري وراه بالسطور وكان هيقطعه، لأن الجزار ما كانش بيسمح للصوص إنهم يقربوا من الدكان بتاعه. وطبعا الجزار يجعله لص في الحقيقة، لكن هو غير كده خالص. وكمان أمه ماتت مقهورة لأنها كانت مصدقة إن ابنها بلطجي ولص، وده بعد ما شافوا أحد المرة وكانت معاه أمه وجيله وخاف منه. اتضايق جدا توفيق الدقن من الموقف ده، وكان نفسه يشرح له إنه مش بلطجي، ده تمثيل بس مش أكتر. أحلى من الشرف مفيش. كمان شارك الفنان توفيق الدقن في العديد من الأفلام الناجحة، ومن أبرزها فيلم صراع في المينا، وابن حميدو، وضرب المهابيل، وسر طاقية الإخفة، وبنت الحتة، وفي بيتنا رجل، والناصر صلاح الدين، وألمز وعبد الحمولي، ومراتي مدير عام، وأدهب الشرقاوي، وغيرها من الأفلام اللي لاقت تفاعل كبير من الجماهير. ورغم النجاح الكبير اللي حققه الفنان توفيق الدق، إلا إنه اتصاب في آخر أيامه بالفشل الكلوي ومات في أحد المستشفيات في المهندسين يوم 26 نوفمبر عام 1988، وكان عمره وقتها 65 سنة. نمضي ما نمضيش ليه؟ البالانس فليكسلانس. ومن أقواله المشهورة: أحلى من الشرف مفيش، أحلى من الشرف مفيش. هنبكى قالوا يا عم أستر يا اللي بتستر، يا آه يا آه، سلامة يا آه يا آه. خلاص يا نوسة هانت والنبي، صلاة النبي أحسن، صلاة النبي أحسن. البالانس فليكسلانس، البالانس فليكسلانس.